اصل لا حول ولا قوة الا بالله، الحقيقة انها بتطلعك من الوهم للحقيقة. ايه الوهم؟ الوهم ان في حاجة صعبة في الدنيا، ما اقدرش، ما اقدرش عليها، مستحيل، فشلت. المستحيل خرافة مع لا حول ولا قوة الا بالله، ده الوهم. طب والحقيقة؟ الحقيقة اسمع الآية دي، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. لو قطر يا جماعة طلع عن المسار بتاعه، محتاج قوة قد ايه عشان ترجعه للمسار؟ طب لو السماوات والأرض طلعوا عن المسار بتاعهم، مين يرجعهم؟ دي الحقيقة، إن لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة إن ربنا بيقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو فتح لك باب رزق، لو فتح لك باب رحمة، لا يمكن يتقفل، لو الدنيا كلها. دي الحقيقة. الوهم إيه؟ ما أقدرش. بس اوعى توقف شغل، ابذل جهدك. ربنا بيقول ولا تيأسوا من روح الله، اوعى تيأس. طب أقول لك حاجة أكتر، حاجة ليا مريت أنا بيها شخصيا. أنا كنت في فترة بعمل برنامج رمضان من حوالي 4 5 سنين، برنامج رمضان، خلصت البرنامج هيتعرض يوم 1 رمضان، تمام، القناة الفضائية كله زي الفل، الساعة 5 هيتعرض. الساعة 11 الصبح أنا كنت لابس لبس الإحرام طالع من مكة للمدينة، وبقى خلاص البرنامج هينزل. وأنا في الطريق جالي تليفون، في مشكلة تقنية في الشرايط، إحنا آسفين مش هنعرض البرنامج. لو قلت لكم اللي حصل لي، كنت راكب جنب شاب سعودي صديقي، أنا دموعي نازلة ولقيت نفسي ماسك سبحتي وعمال أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين لقيت نفسي بقول له ما عادش في دي حاجة، الساعة 12 والساعة 5 هيتعرض البرنامج. لقيت نفسي بقول له خرجت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، خرجت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. بعدين مش عارف أقولها قوي، لقيت نفسي بقول له أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. ربع ساعة، أقسم بالله العظيم يا جماعة وأنا صادق، تليفون وأنا بسبح يا دكتور الحمد لله في مهندس شاطر حل المشكلة التقنية، البرنامج هيتذاع الساعة 5، أخرج بس ابذل جهدك واخرج لحول الله وقوته. صدقني، طب جرب في رمضان، عايزك طول الشهر 100 مرة كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالله، وعايزك طول الشهر عايش بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. والثالثة، مموت نفسك جهد حلمك الكبير، طاقة. لا حول ولا قوة إلا بالله خلت واحد صديق ليا بيحكي، بيقول لي كنت راكب في الطيارة ومن مصر لندن، والطيارة بتترج وأنا في منتهى الخوف، مطبات هوائية جديدة، جنبي ولد صغير عنده 7 سنين بيلعب جيمز، بيقول لي أنا بعرق والولد ولا كأنه هنا، مش قادر أكلمه من الخوف. لما وصلت الطيارة قلت له حبيبي أنت ما كنتش خايف؟ قال لي بابا هو الطيار، ازاي اخاف؟ بابا قال لي ما تخافش، وانت ربك هو الله، لا حول ولا قوة الا بالله، اوعى تخاف. لا حول ولا قوة الا بالله هي اللي خلت واحد زي الامام النووي كتبه تعيش لغاية النهاردة 800 سنة، رياض الصالحين اللي انتوا بتقروه لانه عاش بلا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله هي اللي خلت محمد صلاح والنني ورياض محرز من لعيبة اتطردت من انديتها لأشهر لعيبة في العالم الآن، لأن أنا أعرفهم، أنا أعرفهم شخصياً، عايشين بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت مهندس كمبيوتر بسيط زي أيمن جمال، مهندس سعودي يعمل فيلم كرتوني يتحول أنيميشن للعالمية هيتعرض في هوليود، بلال، سيدنا بلال هيتعرض الشهر الجاي، لأن أيمن عايش بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت صحر قريبتي اللي كان عندها سرطان وكشفت وقالوا لها سرطان تمسك السبحة شهر ما بتقولش غير لا حول ولا قوة إلا بالله، خرجت إلى حولك وقوتك، صحر خفت والله العظيم خفت. أخرج لا حول ولا قوة إلا بالله، عيشوا بالمبدأ ده.